اطحن جامد يلا اطحن جامد عشان ده كله بقى يتحول للعضلات في الجسم عشان معاه الخناقه. دول هو الاكل الكتير ده هو اللي بيطلع عضله البطن؟ ايوه اول ما تطلع لك عضله البطن بقى اي بنيه حد منهم يديها لك ايده توجعه يلا. الا ما بان عليكم تمرين ولا حاجه، امال فين العضلات؟ عضلات يا ماما العضلات دي موضه قديمه، احنا دلوقتي بنربي عصب الاول. ربي يلا ربي. ماشي دول على فكره في انا حاسس ان عضله الرجل بتاعتي بقت ضخمه قوي على فكره. كويس يلا، لان كده عضله الرجل اما تيجي تضربهم بالشلاليت يا نهار اسوح رجلك ما جرالهاش حاجه. وكل عظم يلا كل عظم. عادل عادل البتاع دي انا هعمل بيها ايه؟ هعملها شوربه ولا هقلي بيها سمك بدل الدقيق؟ النبي احنا خدت معادل اعملي لي طبقين كده بس حط عليهم شويه جوز الهند كده وزبيب. يا غبي غبي يلا انت فاكرها مهلبيه يلا. لا ده ما بيتعملش كده خالص. بص يا ماما اعملوا لنا سندوتشات ناخده معانا واحنا رايحين الجيم. حاضر يا حبيبي. عادل يا عادل الكالوريز اللي في الباودر ده لازم يتحرق والا هيعمل ترسبات على الكبد. خلاص يا رانيا نبقى نبلع لهم يا دول بقى يعني قرصين فحم كده. لا انت ابلع كميه فحم كبيره وبص الكبريت ده خده ولعه وابلعه بعد الفحم ده يديك طاقه يالا. انا الخناقه ميعادها امتى ان شاء الله؟ في القهوه. بتسالي ليه؟ عشان نيجي نتفرج او نعزي. بس مش فيكم طبعا، فيهم اكيد يعني. هتعزوا فيهم ان شاء الله قريب. يلا كلينكس كلينكس بسرعه. زورت اكيد بلعت العظمه يا غبي يا غبي. قلت لك قرقشها الاول. بتتعامل مع الاكل ككلب. السلام عليكم. سلام يا ياسمين. عادل عادل يا ماما خد سندوتشات البودر. كويس ايه السندوتشات اللي يفضل نبقى ايه ناخده يلا. طمني انت خسيت ولا ايه؟ طب والعضله دي كده دول بسرعه ما هي زي دي انت بتترعش ليه يالا كده؟ هايل 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 احنا وصلنا لمرحله عضليه في زمن قياسي. ده فاضل له كتير بقى ده لسه طبعا. حضرتك يعني ايه؟ دولا انا سعاده دولا بقى ما تخليهم يوطوا التكييف ده دولا. يا ما انا قلت لك البس بلوفر تحت الفانلة انت ما تسمعش الكلام. هو ده المطلوب هو ده المطلوب كده وصلنا لمرحلة ان احنا ممكن نتدرب 8 ساعات دون اي ارهاق. حضرتك نتدرب 8 ساعات ازاي؟ هو احنا كنا بنتدرب لمدة اسبوعين عشان نتدرب. دي استراتيجيتي محدش يدخل في الاستراتيجية بتاعتي. كابتن معسعس انا جسمي مش حاسس بيه والله. هو ده المطلوب هو ده المطلوب. ايوه انا خطتي اللي قبل كده الخصم يقعد يضرب 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 لحد ما يزهق. اول ما يزهق هيمشي ويسيبك. حضرتك يعني بس دي خطه عجيبه يعني. ولا خطه عجيبه ولا حاجه، دي كانت خطتي مع الكابتن امله. يفضل يضرب 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 يضرب. ايوه بس للاسف ما زهقش مني. انا اللي ضربه وافترى عليا. معلش معلش الحمد لله الحمد لله. يعني حضرتك تفتكر يعني يا كابتن عصعوسة ان شاء الله خير يعني؟ ان شاء الله باذن الله هنسمع سمع خير او نسمع سمع هس. طب يا كابتن عصعص يعني انت مش جاي معانا الخناقه بكره ولا ايه؟ مين اللي يروح معاك انا؟ مين اللي يروح؟ انا ما بروحش اي حته. الكابتن هبل ممكن يفتر عليا. كابتن هبل وصل. سناء منك لله. خلي بالك من نفسك يا ياسمين. رانيا خلي بالك من ياسمين. ماما لا لا يا عادل بلاش ما تروحش الخناقه دي انا خايفه عليك. ما تخافيش يا ماما ما تخافيش يعني هيحصل ايه؟ سيبيه يا ماما سيبيه يروح ياخد لي حقي. هو مش راجل ولا ايه؟ بصي ما تستفزني زياده ما انا مستفز. انا هعمل ايه؟ ما احنا رايحين نموت اهو. نقنق انا كنت عايزك يعني تفتكري اني كنت شهيد حبك يا نقنق يا حبيبتي يا قمر يا احلى حاجه في الدنيا كانت عندي يا رب يا حبيبتي. يا غبي يا غبي يا غبي ما انت شايفني رايحه اتهبب اهو رايحين نضرب العيال اللي يعني عكس اختي انت جاي بتعكسها قدامي يا غبي. يا دوله بقى يا عم بقى يا بقى وبتزق كمان يا دوله وانت كل يوم يا عم تدب لك خناقه علشان اختك اتعكست يا دوله. انت كده هون يعني هتتخانق مع طوب الارض. اخرس اخرس
دول بيعاكسوني عشان انا مش معبراهم ولا بصلهم يا حقير زيك كده. عادل لو سمحت انا عايزه تذكار من المعركه اللي انت رايحها. تذكار يعني اجيب لك مطوه بتاعه الخصم مثلا؟ لا 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 انا عايزه بيس اوف الملابس بتاعه الخصم علشان افرح بانتصارات جوزي. خلاص نجيب بيس، فكرني نجيب بيس ده. حاضر دول. عادل لا استنى انا جايه معاك عشان اشوف طاري وهو بيتاخد. يعني انت هتيجي معانا؟ هترجعي مع مين حضرتك؟ معاك؟ لا ما احنا احتمال بعد ما نخلص نطلع على القصر العيني من بره بره يعني. لا خليني احسن. على فكره نقنو انت ممكن تتفرجي عليه في التلفزيون، الخناقه هتتذاع على فكره. يلا السلام عليكم. سلام. عادل عادل بلاش يا ابني اغزي الشيطان واقعد. خلاص يا ماما خلاص، سبق السيف العسل. طب خد الحجاب ده، خده عشان يحرسك يا حبيبي. ماما 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 ابقي افتكري ان عندك. يلا يلا يلا. عادل عادل باي عادل باي. الو بوليس النجدة؟ ولعنا النار وكسرنا عين الشيطان، عندك اتنين عينيه بالاحلى اتنين شباب. بدوي بدوي بتهوى على ايه انت دلوقتي واحنا لسه ضربنا؟ سيبنا يا ابني سيبنا. خليه يهوى يا دولا، ده انا هموت من الحر. يا ابني انت كده كده هتموت من الحر، من البرد كده كده هتموت. لحظه بقى يا معلم تيتي، رهان على مين يا باشا؟ ده اسال يا اهبل. بشمش وحرام كشطار. ولا بشمش وحرام كشطار. هو مفيش حد خالص بيقول دولا ورمز ليه؟ ايوه يا ابني ما الناس مش عايزه تخسر فلوسها. طب لحظه واحده دولا ولا حته، امورنا بكراتش. مشمش وحرنكش. مشمش وحرنكش. يا غبي يا غبي، ما هو ما عندكش ورثه ياخدوا الفلوس دي لما انت تموت يا غبي. اهلا بيكم يا رجاله، اهلا بيكم في الخناقه الكبيره الكبيره قوي اللي الجيزه كلها هتتكلم عليها. يا نهار ابيض، يا ريتنا كنا نبقى موجودين اما الجيزه تتكلم نعرف هيقولوا ايه. كده كل الرهانات وصلت والان تبدا المعركه. يلا يا محمدي. ايه اللي هيحصل؟ محمدي جاي. ايه ده ايه ده؟ دول هو مكتوب ايه؟ مكتوب الجوله الاولى والاخيره. ما تخافش يالا ما تخافش يالا، كده كده هنموت عادي. توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله. الجوله الاولى. اعمل نفسنا مش واخدين بالنا، ماشي كاننا بنتفرج على البحر عادي. دولا دولا انا مش حاسس بكتفي اليمين، انا مش حاسس بحاجه خالص. يلا نط في الميه. يلا نط في الميه. لا هنغرق يا دولا. ما كده كده هنموت. يا دولا طب خش انت. طيب يا دولا خش يا عم، ده العمر قصير او قدكم. بس عشان تضربونا براحتكم بعد اذنك يا كابتن. حد مش 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 هموت في ايده. هموت في ايده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. برضه يا مشمش انت وحنكش ده انتوا مسجلين خطر، وعلى فكره المره دي مش معاكسه، ده اعتتاق بالضرب على المواطنين. خد المعسكري على البوكس. بعد اذن حضرتك ممكن اركب البوكس؟ اتفضل اتفضل. يلا يا بوكس يلا يا بوكس. انسحاب انسحاب. بنسجل بنسجل نسجل ونؤرخ انسحاب مشمش وحرنكش، هو فوز تاريخي وغير متوقع وعالمي لعادل ورمزي.